السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أليان الخطيب معكم من بلدة عمبه، بلدتي الجميلة. حبيت أصور لكم إياها فصل الربيع وأفرجيكم جمالها الخلاب، تبارك الله ما شاء الله. طبعا بلدة عمبه في محافظة إربد، تبعد عن محافظة إربد 20 كيلومتر، وأنا في منطقة عراقة بالطبل، تبارك الله ما شاء الله. هاي المنطقة جميلة كثير، كل الناس بيزوروها في فصل الربيع، يمارسون فيها هوايات النزول عن العراق بالحبال، وكمان بيجوا هم وأطفالهم بيشووا وبيعملوا شاي على الحطب، تبارك الله ما شاء الله. طبعا اللي خلف عراق النحلة، يدعى عراق النحلة لأنه بيعيش فيه النحل سبحان الله العظيم، فسمي بهذا الاسم. هاي منطقة القنيف اللي أنا واقف عليها، طبعا خلفي تماما مباشرة، خليني أرجع فيكم شوي لورا، خلفي تماما مباشرة هيك، إذا مبين عليكم هاي منطقة الرقبة سنام الجمل، طبعا سميت بهذا الاسم لأنها تشبه سنام الجمل، تبارك الله ما شاء الله. طبعا في عليها طريق سيارة لتحت، تقدر إنك تأخذ عيالك وتطش أنت وياهم وتشوي وتعمل شاي على الحطب. هاي المنطقة جميلة كثير، وبنصح كل واحد بنزل على الأردن بيجي على بلد الأردن إنه يزور منطقة عراقة بالطبل في بلدة عمبه شمالي محافظة إربد، في من تابع لمحافظة إربد. طبعا طبعا هاي الجنيفة بدي أقدم لكم كمان عليها، أنا على زاوية العراق على الحفة تقريبا، تبارك الله ما شاء الله. هاي المنطقة اللي خلفي منطقة زوبيا ورحابة، هاي منطقة برقش اللي خلفي، ومنطقة القصور الملكية ومحمية برقش من أجمل المناطق مقابل بلدة عمبه. طبعا بلدة عمبه جميلة جدا جدا، وهاي الصور أمامكم بالخص في فصل الربيع، تبارك الله ما شاء الله. طبعا فيها قطعان من الواويات، الواوي معروف، فيها قطعان هو حيوان جاي بين الكلب والذئب ولا يؤذي، معروف بالواوي لأنه صوته العواء، تبارك الله ما شاء الله. وهاي الجبال خلفي، حبيت أصور لكم صورة أخيرة، اللهم بارك، تبارك الله ما شاء الله. كان معكم عليان الخطيب من بلدة عمبه، وهاي المناطق طبعا أنا نزلت عن مناطق مثلها في منطقة راجب في الخدمة العسكرية في سنة 99 على الحبال، وكانت من هواياتي، كنا كمان ننزل على العبارة الهوائية، الحبل المعلق، كانت الأجواء جميلة جدا في ذاك الزمن، وكنت أحب هاي الدورة سبحان الله.